ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة إحالة 3 صحفيين على المحكمة الابتدائية للاختصاص في جريمة الابتزاز الموجهة إليهم، وذلك بعد 3 أيام من إيقافهم من أجل تكوين عصابة تبتز رجال الأعمال عن طريق نشر أخبار كاذبة واختلاق وقائع من أجل ابتزازهم. وأحال الوكيل العام ملف ضابط الشرطة المتورط على خلفية ذات القضية على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لذات المحكمة، كما توبع عميد الشرطة المتهم ضمن الشبكة نفسها من أجل ارتكاب جرائم عن طريق استغلال النفوذ والاطلاع على ملفات البحث واستعمال معطياتها للابتزاز والارتشاء. وتم خلال مثول المعنيين بالأمر إجراء مواجهات بين المتهمين 4 والشهود والمشتكين، الذين يوجد من بينهم مستثمرون في العقار ورجال أعمال تعرضوا للابتزاز وقدموا المال للصحفيين للحيلولة دون نشر مواد كاذبة حولهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.